اهلا وسهلا متابعينا. في اليوم راح تشوف طبعا معانا الحلقتين اللي فاتت من دوف مع مهيره ودانا وفاطمه، كانوا بيحكوا عن مشاكلهم اللي بيواجهوها بالنسبه للشعر مع البيئه العمليه او الخلفيه اللي كانوا يعني بتعمل لهم مشاكل. مهيره مذيعه وبتتعرض لسشوار وبتغير لون شعرها دائما، فكانوا عم بيحكوا كمان عن تجربتهم مع دوف وكيف قدروا او يوصلوا لحل او كيف قدروا يستفيدوا من هذا المنتج. وعشان نتكلم اليوم اكثر في هذا الموضوع معانا كريستينا خبيره الصحه والتغذيه لدى يونيليفر في الشرق الاوسط وشمال افريقيا. اهلا كريستينا. الله يسلمك. الحمد لله. خبرينا شويه، يعني دائما احنا بنعرف انه المراه تحب دائما تهتم بجمال شعرها وتحب انه شعرها يكون دائما صحي ويكون في له حياه وكذا، وفي نفس الوقت يعني مع المناخ ومع الهواء والشمس والرطوبه حتى المواد الكيميائيه اللي بتتعرض لها المراه بتتلف من شعرها، فممكن تحكي لنا شوي؟ هلا شوفي، العنايه بالشعر اهم شيء لازم يكون في عنا طبعا شامبو وبلسم مرطب. الشامبو بنستعمله بانتظام لحتى نشيل الاوساخ اللي بتتراكم على الشعر من البيئه اللي حوالينا ومن المنتجات اللي قلتي عنها، يعني السبراي، الجل، الواكس، القصص اللي بتنحط على شعر المراه. هاي كلها لازم تنشال ريجولرلي لانه الشعر لازم يكون نظيف ليكون صحي. كمان استعمال البلسم بشكل منتظم بيساعد انه نرطب الشعر، لانه كمان على الغسيل وعلى التصفيف الدائم الشعر بيخسر من الزيوت الطبيعيه اللي موجوده فيه، فلازم نرد هيدي الزيوت اللي خسرناها بطريقه تكون طبيعيه اكثر. بطريقه طبيعيه صحيح. هلا لانه الزيت بيعطينا ترطيب اكثر. بالمجموعات اللي عم نحكي عنها اليوم يلي هن دوف بيور كير دراي اول ودوف اوكسجين اند موستر، الاثنيناتهم بيعطونا حلول للمرأة العملية اللي بتساعدها انه تاخذ نتيجة افضل على شعرها. يعني مع البرودكت رينج اللي هو البيور كير دراي اويل عم بيعطي ترطيب للشعر بدون ما يتقله، لانه المراه بتعرفي بتحب ترطب شعرها بس ما بتحب انه يبين مدهن، انه يكون يبين اويلي شويه. مع هيدا البرودكت فيها تستعمل الشامبو والبلسم بشكل منتظم يوميا وبنفس الوقت يطلع لها الترطيب بدون ما تحس انه شعرها صار مدهن وتقيل وعم هيك عم بلبد، لانه الزيت اللي عليه عم يدهن. بيكون عليه اوريدي هو دراي اويل، فبالتالي ما راح يدي شعور الاويل ابدا للشعر. ابدا ما راح يعطي الاحساس الدهني للشعر، بالعكس حيدخل دغري لجوات الشعر ويعطي الترطيب المطلوب. طيب وبالنسبه للنوع الثاني اللي هو للشعر الخفيف كيف لو هلا الاكسجين اند مويستشر رينج هو يعني بيساعد تركيبته بتساعد السيدات يلي بيعانوا من شعر ناعم يعني رفيع وخفيف وهيك ضل، يعني بينزل ما بيتصفف اكزاكتلي يعني ما بيتصفف بشكل جيد. بتلاقي حالها بتروح عند المصفف الشعر بتصفف شعرها بتدهن ما بتلحق تصير بلا بيرجع بيصير ستريت. صحيح. السيدات هيدول عاده كانوا ينجبروا ينقوا بين الفوليوم يعني كثافه الشعر والترطيب، لانه اول ما بتستعمل بلسم بتلاقي انه شعرها بطل في عنده شكل، يعني بطل في عنده التصفيف اللي هي بتحبها، خلص بيبين شعرها ستريت وخلص ما بيصير. سو لهدول السيدات الاكسجين اند مويستشر بيساعدهم انهم ياخذوا كثافه، انه بيكون الشعر في له كثافه وعادي وفي نفس الوقت مرطب. بيكون مرطب للشعر. طب احنا يعني كل السيدات بنعرف بيروحوا على الصوالين بيعملوا تريتمنت للشعر، يعني انا من الناس اللي كنت من اروح اعمل تريتمنت تقريبا بيكلفني مبلغ وقدره، وفي نفس الوقت اول ثلاثة اسابيع بحس شعري لازق في راسي يعني وكنت كثير مزعج بعدين بيبدا بيفك. بس كنت دائما احاول ادور على تركيبه سليمه للشعر، يعني بحاول انه ما يكون التريتمنت اللي بعمله بيأذي شعري كيميكال. يس. فكيف بالنسبه لتركيبه دوف؟ هلا التركيبات بكل التركيبات تبع البرودكت تحت دوف الادفانس سيريز الناس اللي صمموا البرودكت دخلوا كثير انتو ديتيل على التكنولوجي اللي بدهم يحطوها بهالمنتج. سو ان كان بالبيور كير دراي اويل او باكسجين اند مويستشر
تركيبتهم اثنيناتهم كتير لطيفة على الشعر، وحتى استعمالهم يوميا ما بيأذي الشعر، بالعكس بيعطي ترطيب من الداخل تبع الشعرة، وبيعطي السيدة النتيجة اللي هي بتتمناها بشعرها. أيوة، بتكون فيها نفس التركيبات الطبيعية اللي موجودة بالشعر. صحيح، يعني إذا بتشوفي حتى بال Pure Care Dry Oil في عنا African Macadamia Oil، يعني من مصادر طبيعية، بس بيعطي ترطيب لداخل الشعرة. طيب كمان خليني اسالك، يعني دائما احنا بنسمع انه لازم استحمى ديلي، بغسل شعري او ممكن بغسل شعري مره بالاسبوع، فيعني اكثر طريقه ممكن تكون هي الصح؟ هلا بهاي الشغله ما في كثير صح وغلط، في السيده حسب عملها، يعني بتشوفي يمكن المذيعات مثلا بيضطروا انه يصففوا شعرهم ويحمموه اكثر من غيرهم، او يمكن البيرسونال ترينر مضطر تحمم شعرها كل يوم، عرفتي؟ سو في اشخاص بحمموا شعرهم يوميا، في اشخاص بحمموا شعرهم 3 أو 4 مرات بالاسبوع، سو الفريكونسي ما كثير، يعني ما في كثير لها فرق، بس مثل ما قلت انه الحمام التصفيف كله بيخلي الشعر شوي الشعر لا الستريس، وبياخذ منه شوي من التركيبة الطبيعية، من الدهون الطبيعية اللي موجودة بالشعر. سو انا اذا بحمم شعري كل يوم بقدر كل يوم استعمل بلسم من البرودكتس الموجودين هون لحتى يرد المويستشر اللي خسرته. بكل الادفانس سيريز تبع دوف، يعني بكل البرودكت اوف دوف ادفانس سيريز، الشامبو والكونديشنر لطيفين على الشعر، سو استعمالهم بشكل يومي بالعكس بيعطينا النتيجه المرجوه وما بيعطينا ابدا. طيب احنا لاحظنا ما شاء الله في الحلقتين اللي فاتت كان في تفاعل جدا قوي حتى مع الكومنت، وبيسألوا وبيحاولوا يستفسروا بيعرفوا أكثر، وفي ناس اشتركوا معنا في المسابقة وربحوا راح تطلع أسماءهم، واليوم كمان عندنا مسابقة جديدة راح نقول لكم السؤال كمان شوية. بس خليني نسأل، دائما يسألونا عن تساقط الشعر، إنه الكل بيواجه مشكلة تساقط الشعر. فيعني أنا مع السيدات تساقط الشعر يعني مصيبة. بالضبط، يعني بنخاف من الصلع. هلا نحن الشخص العادي، يعني الأفريج، نحن بنخسر حوالي 100 أو 150 شعرة باليوم. أوكي. سو هيدا الطبيعي. والسيدات اللي شعرهم طويل 100 شعرة بحسوا إنه كميتهم كثير أكبر. سو كمية خسارة الشعر يوميا هي تجديد الشعر، يعني أنا الشعر عندها لايف سايكل معين ما بتضل هي ذاتها، يعني شعر دايما عم نخسر شعر وعم نطلع شعر جديد، وهيدا البيبي هير ما رح نخلص منه، رح يروح شعر ورح يرجع يطلع على شعر، يعني دايما في موجود. وقت بدنا نعطي الهم انه نحن كثير عم نخسر شعر، او ليبين انه نحن عمنا كثير تساقط شعر، بنكون خسرنا تقريبا حوالي 40 او 50% من كمية شعرنا. بس هيدا الخسارة اليومية اللي نحن بنشوفها بالشاور هاي خسارة نورمال. هلا كمان بعد من الخسارة ما بتكون شعرة عم تنقي من الجذور، بتبقى بريكج، انت وعم بتمشي شعرك مثلا، انت وعم تمشي شعرك بالفرشية عم تقطشي الشعرة، معناته نفس الشعرة بتكون خفيفة، يعني بدها هو اكشلي اروى وقت من حمم الشعر شعر بيكون يعني شو بيقولوا طارق، يعني معرض للأذى أكثر وقتها بيكون مي، سو وقتها بيكون رطب الشعر بنقدر نأذيه أكثر. سو أنت وقتها بتتحممي إذا ما بتستعملي بلسم بعدين بتمشطي شعرك من دون بلسم شعرك بيتعرض كثير للتكسر، وهيدا بخلي شعرك إنه يضعف. من هيك أهمية البلسم بالحمام حتى اللي بس تظهري تسريح الشعر يكون سهل. أوكي، طيب خليني أسألك عن إيش اللي يميز دوف عن باقي المنتجات، يعني انه بنعرف انه هي دحين طلعت بلاين جديد مهتمه جدا بكثافه الشعر وبترطيبه بشكل يكون هيلثي اكثر، فايش اللي بيفرق عنه عن باقي مستحضرات العنايه بالشعر؟ اوكي، اذا بدنا ناخذ الدوف بيور كير دراي اويل، هيدا المنتج صمم خصيصا للسيدات اللي بهمهم ترطيب الشعر ويعطيهم نتيجه مش مدهنه. نحن السيد اللي عنده شعر باهت وهيك جاف جدا بهمها انه تاخذ نتيجة مرطبة، بس بنفس الوقت يضل شعرها فيه حياة، فيه لمعة ومنه تقيل. سو اهمية هيدا المنتج انه
مصنوع مع زيت الماكاديميا الافريقي، وهيدا الزيت دغري بفوت على جوات الشعرة. سو التكنولوجي اللي فيه الشعرة دغري بتشربه لجوات الشعرة، وبيغذي الشعر من جوا، بيعطينا الترطيب اللي نحن بدنا اياه، بنفس الوقت ما بتقل الشعر. سو الست ما بتحس انه شعرها مدهن وتقيل وعم بلزق، بالعكس يعني فيها تحطه وبتطلع وعادي، يعني ما عندها مشكلة معه. طيب خليني اسألك عن التركيبة هذه بالنسبة اللي هي دراي اويل. اوكي، للاكسجين اند مويستشر. الاكسجين، اوكي، بخصوص الاكسجين اند مويستشر، الاكسجين اند مويستشر معمول للسيدات اللي شعرهم ناعم ناعم كتير. يعني بتعرفي في سيدات كنا حكينا انه بتظهر من عند مصفف الشعر شعرها ملزق براسها. سو هاي ال البرودكت معمولة بشكل انها تعطي الاكسجين، الاكسجين بتدخل على داخل الشعرة، بتغذي الشعرة وبترطبها. في بقلبه كمان مكونات كتير خفيفة الوزن بترطب الشعر من جوا. سو هيدا المنتج بيساعد انه يرطب الشعر وبنفس الوقت بيعطيه كثافة. السيدات يلي عادة بيعانوا من هاي المشكلة، يلي شعرهم بيكون منسدل هيك وبينزل، ما بيعطي فوليوم وما بيعطي شكل جيد مع التصفيف، عادة بفضلوا انه ما يستعملوا بلسم لحتى لي ما ينزل الشعر دغري. صح، يعني مع الاكسجين اند مويستشر ما في ضروري للاختيار. يعني فيهم يستعملوا الشامبو والبلسم والمستحضرات الثانيه لحتى لي يطلع لهم شعر مرطب بس بنفس الوقت عنده كثافه. هيدا المنتج بيساعد انه يزيد الكثافه لحوالي 95% زياده. سو بيعطي كثافه مش محتاجه انك تتعاملي مع الشعر بقوه، عشان تاخذ الكثافه يلي بدها فوليوم. هيدا البرودكت لها بيعطيها شعر مرطب وعنده فوليوم كتير شيء. طيب خلينا يعني اليوم نقول سؤالنا للمسابقة، ندي فرصة للمتابعين انهم هم يشاركونا ويربحوا معنا جوائز، طبعا نبغى الكل يستفيد. السؤال اليوم يقول: اي نوع من انواع الشعر تم ابتكار البرودكت ديور دوف بيور كير دراي دوف بيور دراي اويل؟ يس، هو ده بالضبط. فانه لاي نوع من انواع الشعر اللي ابتكرت هذه المجموعه اللي هلا بعدنا حكينا، قلنا انه الست يلي بدها انا شعري مش باهت. ايه انا شعري مو باهت ولا ذا. فما بعرف، بدنا نشوف اي نوع هيك اي نوع شعر اخترعنا له دوف بيور كير دراي اويل. انا بتعرفي انا بحمم شعري كل يوم. اوكي، سو انا هيدي الرينج اوف برودكتس كثير نفعتني، خاصه البلسم. لانه بحمم شعري كل يوم، سو بدي شعري يكون مرطب وما يكون لا باهت ولا جاف. اكزاكتلي. سو دوف بيور كير دراي اويل نفعني كثير. يعني لو انا دحين سالتك اي نوع انت بتستعمليهم وحسيتي فعلا بنتيجه، هلا بعمل عيلتك. لانه شوفي انا بالنسبه لإلي الشعر، انا كل يوم بروح للجيم، كل يوم بحمم شعري. سو بما انه كل يوم بحمم شعري بدي كمان بشتغل، سو كمان شعري لازم يكون مرتب بشكل يومي. سو هيدي المجموعه من المستحضرات ساعدتني كثير على حافظ على الترطيب بشعري لحتى لي ما يكون خسران الزيوت الاساسيه الموجوده بشعري. طيب من التعليقات اللي جاتنا امس كانوا بيتكلموا عن نوع التساقط، بس نوع التساقط الاوفر، يعني احيانا الواحد بيصير عنده فراغات كثير او اصلا طبيعه الشعر بتتغير. يعني مثلا تقول لك انه انا صغيره كان شعري كثير حلو، لما كبرت شعري ما بعرف شو صار فيه. فخلينا يعني لو بتحكي لنا اكثر، يعني كيف ممكن الواحد يرجع يسترد طبيعه شعره؟ هلا طبعا الاهتمام بالشعر كثير له اهميه، يعني كثير له دور بانك تحافظي على شعر مرطب وشكله صحي. يعني طبعا استعمال شامبو لطيف ومغذي، بلسم مغذي ومرطب حسب نوعيه الشعر. طبعا في اشياء ثانيه من البرودكت ممكن تساعد اكثر، يعني بالبيور كير دراي اويل رينج في عندنا البالم الماسك اللي بيستعمل محل البلسم، هيدا بينحط على الشعر مكان البلسم بعد الشاور. أوكي. طبعا يعني مثل البلسم، نستعيد عن البلسم. أوكي. فيه بس بيعطينا ترطيب عميق لجوات الشعر.
في كمان بنفس المجموعة في عنا الزيت الدراي اويل، هيدا بينحط ورا الاستحمام على الشعر دغري وبيضلوا بالشعر. هيدا دغري بيفوت على جوات الشعرة وبيعطينا الترطيب. هيدا بالبرودكت. اذا بدنا نحكي بالاكسجين اند مويستشر، في عنا السوفلي يلي هي مثل الماسك، كمان بتنحط على كعب الشعرة ومحل البلسم. لا، على جوات الشعر ومحل محل البلسم. أوكي. يعني بتنحط على الشعر محل البلسم، يعني نستعيد عن البلسم فيها. كمان بتعطينا ترطيب وكثافة. وفي عنا البخاخ اللي هو السبراي، الروت سبراي، هيدا بينرش على الشعر حتى يعطينا روت فوليوم ليعلي جذور الشعر عن السكالب، عن فروة الرأس. هيدا بيعطي فوليوم قريب، بيعطي فوليوم طبيعي حلو. صحيح صحيح. هلا كنا عم نحكي انه كيف واحد كمان بده يغذي شعره، الاهتمام بالشعر شيء، كمان التغذية الداخلية. صحيح، لأنه كيف الواحد بده يعمل بالانس ما بين الغذاء والعناية، لأنه أكيد يعني لا الغذاء لحاله ممكن يوصل لنتيجة ولا الشامبو. صحيح صحيح صحيح. يعني هو أنت عم تهتمي بشعرك، طبعا التصفيف بده يكون بنعومة، حتى التمشيط وراء الحمام لازم بعد البلسم حتى اللي ما يفوت عنا بريكج. بالنسبة للغذاء، الغذاء كتير مهم، لأنه الشعر عايش، يعني بصلة الشعر عايشة، سو بدنا نعطيها تغذية جيدة حتى تربى بشكل جيد. أول نصيحة بالغذاء هي نظام غذائي قليل الدهون، متنوع ومتوازن. يعني كتير خضار، كتير فواكه، لحوم متنوعة قليلة الدهون، مكسرات، خبز كامل، كل هيدي الأشياء. وفي ناس كمان بيحاولوا يعوضوا النقص اللي بياخدوه من الغذاء بفيتامينات خارجية. ما بعرف يعني. هلأ شوف، الشخص اللي ما بيأكل أكل متوازن ممكن ياخد طبعا مع استشارة الطبيب نوع من الفيتامينات اللي بتساعد. شوفي هلأ انت اللي قلتيهم اثنيناتهم كتير منيح. اكزاكتلي. بالإضافة لنظام غذائي متوازن، في بعض المغذيات اللي هي جيدة كتير للشعر، مثل اول شيء في عنا الاوميجا 3 فاتي اسيد يلي هي الدهون يلي جسمنا ما بيقدر يعملها وناخدها عادة نحنا من المأكولات. هيدي بتجي من الاسماك مثلا، بالسالمون، من المكسرات طبعا المش مقلية ومملحة، يعني مثلا بالوولنات، باللوز، بالجوز، اللوز، الفستق، بالسنوبر، بالبزر، بكل هيدولي. هيدي بتساعد انها ترد الدهون اللي خسرناها من الشعر لجوات الشعر. المهم كمان هو البروتين، لانه الشعر مكون من البروتين، سو نحن لازم ناكل بروتينات يوميا بكميه كافيه. البروتينات كمان هي مصدر للبي فيتامينز، يعني اللحم والدجاج والسمك والبيض هي مصدر للبي فيتامينز، والبي فيتامينز هي مثل البايوتين، كل هيدول بيساعدوا انه يعني يغذوا الشعر. انا كشخص كيف ممكن اعرف انه هذه كفايتي، يعني انا عشان اقدر اوصل للنتيجه يكون شعري يكون فيها نورمال وطبيعي وصحي، هلا فكيف اعرف انه هذه كفايتي؟ هلا شوفي، بالنسبه لل كل واحد طبعا الريكويرمنت تبعه تفرق من واحد للتاني. قديش انت كفايتك؟ طبعا هي از لونج انك انت عم تاكلي نظام غذائي متنوع، يعني عم تاكلي من كل فئه الطعام، مش تاكلي فئه طعام برا. فيك تكوني عم تاخدي حاجتك اليوميه من الفيتامينز ومن المينرالز ومن المغذيات. بالنسبه للفيتامينز والمينرالز، اكثر شيء بنحصل عليهم نحن من الخضار ومن الفواكه، يعني لازم نركز كثير على الخضار والفواكه. الخضار والفواكه بلس انه الاسماك، الاسماك، الافوكادو اللي فيها الاويلز، الفيتامين اي، كل هاي الاشياء اللي بتساعد النمو. وكمان في شغله جدا مهمه، يعني لازم يعني نستوعب انه الشعر ما حيجي في اسبوع ويتحسن، يعني بده لونج تيرم، بده عنايه طويله على اساس انه توصل للنتيجه. صحيح صحيح. طب كيف بعد ما اوصل للنتيجه كيف احافظ عليها؟ هلا بدي شعري كمان حافظ عليه، في عندنا برودكت لتحافظي عليه، نحن عاملين هول البرودكت عشان المحافظه على الشعر. يعني هو صحيح العنايه بالشعر امر بياخذ وقت، ولازم الست يعني تحافظ على شعرها بشكل يوم وتطول بالها. يعني في شغله بدي اقول لك اياها بالنسبه للنظام الغذائي، كثير ناس بيعرفوا انه عندهم فقر دم لانه ببلش يهر شعرهم من وراء خساره الحديد. يعني لازم ننتبه انه كمان نظامنا الغذائي يكون كامل. طيب ونرجع نذكر بسؤال اليوم، يا رب اقول انا بذكر اذا بدي، لاي نوع من الشعر تم تطوير مجموعه دوف بيور كير دراي اويل؟
هو ده، ونستنى اجوبتكم عشان تربحوا الشعر يلي مثل شعري انا بس اظهر من الجيم بكون هيك منه كثير. انا اسمي يمكن بس باخر الاسبوع يكون شوي باهت شوي شوي، يعني انا بحاول انه دائما يعني بتعتني فيه بحط برودكت وهيك يعني، لانه يعني زي ما قلنا انه بنعرضه دائما للسشوار بالستريتمنت بنغير لون الاسبوع اللي بعده ممكن نرجع نفتح او بنغير كالشعر بيفقد كثير من حيويته من اتى صحيح بيصير جاف بيصير باهت. طيب كمان حابين نتكلم عن يقول لك احنا في احد من المشاهدين كان بيسال بيقول لك هو استعمل تريتمنت بروتين وكانت في نتيجه عكسيه هلا شوفي عاده التريتمنت اللي بتنحط على الشعر ممكن يكون فيها مكونات تاذي الشعر. نرجع على نفس الشيء، نرجع انه اهميه اول شيء لازم نختار التريتمنت الجيد وهيدا الاختيار بيصير بينك وبين الهير دريسر تبعك. بس ورا ما نحن نكون حيلا تريتمنت عملناه للشعر تغيير لون ستريتنينج وات ايفر، الاهميه العنايه بالشعر اليوميه هي اللي بتعطينا شعر مرطب ومغذى وبنفس الوقت شعر طبعا لانه احنا بدنا شعرنا يكون نظيف ونقدر نصففه بسهوله. يعني حسب الرينج اللي موجود السيده عم تقدر تنقي اللي هي بناسب شعرها بيكون بناسب شعرها. بس كمان المهم انه يكون العلاج من الداخل وتعتني بي اكزاكتلي يعني مع البيور اويل مع البيور كير دراي اويل الترطيب عم يدخل دغري على جوات الشعره فعم تترطب الشعره من الداخل، من هيك نحن ما عم نحس انه شعره عم تنزل من من الدهن اللي يعني هم دائما يسالوا انه ايش انسب طريقه اني انا ممكن اعتني بها بشعري، يعني انه الانسان حيكون عملي ما عنده وقت انه هو ياخذ شاور وبعد الشاور يحط ماسك وبعد الماسك بده يجفف شعره وبده ما بعرف شو هيك هلا شوفي قلت لك هلا انه وقت الشعر بيكون ورا الشاور وقت الشعر يكون رطب بيكون معرض للتكسر اكثر من الشعر الناشف سو يمكن اهم شيء نعمله انه نتحمم بشامبو من يعني بيوفر له الحمايه والترطيب بيبقى شامبو لطيف على الشعر يعني ما بيأذي الشعر. نستعمل بلسم بشكل منتظم يعني نحمم شعرنا بشكل منتظم نحط بلسم بشكل منتظم للترتيب. وقتها بدنا ننشف الشعر بالهير دراير لازم نجرب قد ما فينا ننشفه بالاصابع مش بالفرشاه يعني نحط اصابعنا مش نحط لبيل ما ينشف بس ينشف بصير الشعر اقوى ساعتها فينا نستعمل الفرشاه. من هيك بتشوف الهير دريسر بنشف لك شعري كله 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 بايده وبعدين ببلش بالفرشاه هي الشعره ما بتتكسر اكزاكتلي لانه الشعره بتتكسر اسرع وقتها بتكون رطبه. وطبعا من وقت لوقت نستعمل الزيوت يعني مثل زيت المكاديميا لا اكثر يعني exactly. انك انت ترجع تعتني بيها حتى لو كان يومك الطبيعي بيكون في عجقه وما فيش وقت وزي كده انه بتحاول تخصص يومين اقل يعني مره مرتين بالاسبوع ثلاث مرات تستعمل الماسك تستعمل السوفلي تستعمل الاويل عشان يطلع لك ترطيب اكثر لا خاصه اذا شعرك كان معرض للعوامل اكثر بهالاسبوع مثلا صففتيه اكثر من مره لونتيه هالاسبوع اهتمي فيه اكثر هالاسبوع عشان تردي له الترتيب اللي خسره. بدي اسال عن الدراي اويل يعني انا هل في مجال مثلا احطه قبل ما اعمل بلو دراي؟ ايه ورا ما يكون شعرك ناشف ورا ما تحممي شعرك بس تظهري من الشاور بتنشفيه بالمنشفه وبتحطيه على شعرك وبعدين بتعملي بلو دراي. طيب كمان في سؤال من احد المتابعين بيقول كيف اقدر اعمل فوليوم لشعري بلا ما اضره؟ في عنا برودكت على الطاولة بينفع هيدا الموضوع سو الدوف اوكسجين اند مويستشر هو بيزيد الفوليوم حوالي 95% هاي البلو البلو رينج بلو يس سو بهيدا البلو رينج الشامبو والبلسم والسوفلي والبخار بيساعدوا انه يزيدوا الفوليوم. السبراي عادة انت كمان بتشوفي مصفف الشعر بس بده يعمل لك فيري نايس هير ستايل بتشوفي بيعلي لك الشعره عن الروت بالفرشايه حتى يطلع عندك جود فوليوم. هيدا البرودكت بيعطيكي هيدا الفوليوم بالبيت سو بترشيه على شعرك بيعلي الشعر جذور عن فروه الراس وبيعلي بيقدر يعطيكي فوليوم اكثر. سو اذا المشاهدين عم يسالوا عن الفوليوم الجواب موجود موجود وطبيعي وصحيح في الاخر. طيب نذكر بسؤال اليوم نرجع السؤال تبع مسابقة اليوم أوكي.
لأي نوع من أنواع الشعر ابتكرت دوف بيور كير دراي أويل؟ لأي نوع من أنواع الشعر ابتكر هذا المنتج؟ طبعا حنشوف أجوبتكم وحيكون عندنا 20 فائز. واو 20 فائز ليش؟ 20 فائز راح يستفيدوا من المنتج، وما بعرف إذا أنا يعني مسموح إني أكون من ضمنهم، بس راح أحاول. ممكن جاوبي. راح أجاوب. طبعا ما بتطلع على شاشة أسماء الفائزين اللي اشتركوا معنا في مسابقة أمس، وراح يربحوا معنا مجموعة من دوف. طيب خلينا من الحين كده نختصر البرودكت هذا عشان عشان المشاهدين يستفيدوا، بلس راح نجاوب على كل الأسئلة اللي ما قدرنا نجاوب فيها على الهواء بعد الحلقة، راح نرجع نجاوب عليها على نفس الفيديو، على نفس الكومنت راح نجاوب عليها كلها. فنديهم بريف سريع على البرودكت تبعنا، على البرودكت. سو بنرجع على دوف بيور كير دراي اويل. بهالمجموعة البرودكت في عنا الشامبو والبلسم والماسك والأويل. هذه المجموعة مخصصة للسيدات اللي بيعانوا من شعر باهت وجاف. إذا بدنا نسأل السؤال مرة تانية بنسأل نعيد الجواب. الشعر الباهت والجاف. هلا الشغل اللي بتميز هذه المجموعة هي إنه هذا المنتج بيساعد على ترطيب الشعر من جوا. طبعا يعني منتج لطيف، استعماله بانتظام جيد جدا بيساعد انه يرطب الشعر من جوات الشعرة. المكونات اللي فيه عندها ميزة direct absorption، سو دغري بتفوت على جوات الشعرة وبيتشربها الشعر وبتصير الشعرة مرتبة من الداخل. وما الأهمية يعني الشغلة اللي لازم نحكيها عن هذا البرودكت انه بيرطب الشعر من الداخل وما بتقله بالدهون اللي عليه، يعني ما بيكون في عنا ملمس دهني او منظر دهني للشعر، بيكون في عنا منظر لشعر نظيف مرتب بيلمع ومرتب من الداخل. بالنسبة لدوف أكسجين أند مويستشر، هيدا البرودكت معمول كرمال السيدات اللي بيعانوا من شعر ناعم وما في له كتير يعني ناعم وخفيف وما كتير في له هيك موديل، ما له فوليوم، ما يعني بجربوا يصففوه ما بيتصفف معهم بالهين. لهدول السيدات ما بقى في لزوم يختاروا بين البلسم او الترطيب والكثافة، لانه هيدي المجموعة بتساعدهم انه يحصلوا على شعر نظيف مرطب وفي عنده كثافة لأكثر من حوالي 95% من يعني an added volume of about 95% volume أكثر ب 95%. والمجموعة بتحتوي على طبعا شامبو وبلسم وسوفلي والروت سبراي، البخاخ اللي بيساعد على انه نعلي الجذور ونزيد الكثافة وطبعا نرطب. لو انا يعني حابة اني استعمل الروت سبراي على اساس انه بيعطي فوليوم اكثر للشعر، يعني تريد استعمله في كل مرة بدي اعمل شعري، هل لازم اعمل بلو دراي ولا ممكن اعمله وخلاص بتركه بينشف لحاله؟ لا هلا انت بديك تحطيه على شعرك وبديك تحطيه بين الخصلة الخصلة. لا طبعا انت اذا بدك انت ودهرة من الشاور تكوني خلصتي بتنشفي شعرك، مش ضروري تنشفيه بالبلو دراي، بس بتنشفي شعرك وبتحطيه هذا الموضوع بعدين بتنشفي بالبلو دراي وبتحصلي على الفوليوم اللي انت بدك اياه. احنا كده نكون خلصنا حلقتنا، ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا منها وتجربوا اللاين الجديد لدوف. وكده انا تشرفت بمقابلتك. ثانك يو. انا كمان تشرفت فيكي. ثانك يو سو ماتش كلك. ثانك يو. شكرا.